من هنا نقولوا بسم الله بدينا دار الشباب الزلقه طلاقينا الولاد ابراهيم يلموا وليداتنا في اكت فور كوميونيتي شتو الرحال اطر تربويه لتركيبه رباعيه خريبقه وجنيبه حتى حتاهيه انشطه متنوعه فنيه تربويه في مخيم سيدي الرحال مرحبا بكم بيناتنا في مخيمنا احنا وليداتكم وانتم قدوتنا برنامج متكامل ليه سعينا تربوي هدف عليه لا تسال
سيدة من جمعية فضاء السكومة لمحترفي التمثيل اللي منحتنا هذه الفرصة باش نمشيو لهذ المخيم اللي داز في أجواء جد جد رائعة مع مؤطرين جد رائعين اللي استفدنا منهم من الورشات ديالهم بزاف ديال الحوايج بحال ورشة ديال المسرح الرقص المعامل. وكنشكروا جميع الجمعيات اللي كانت داروا يد في يد وقاوموا باش وقفوا هذا المخيم وبالفضل ديالهم حنا تعلمنا بزاف ديال الحوايج استفدنا بزاف ديال الحوايج. شكرا اكت فور كوميونيتي وشكرا مخيم التركيبه الرباعيه. كنشكركم بزاف بزاف على هذا الشيء اللي درتوا مع وليداتنا كاملين الله يحفظكم الله ينجيكم وتبقاو ديما بحال هكايا. أصلي كنشكركم أصلي كنشكركم على هذا الشيء اللي درتوا مع وليداتنا تبارك الله عليكم الله يحفظكم. Belki de dilinden bu şarkı düşmez.